السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. قبل ما نبدأ موضوع فيديو النهاردة بنطلب منكم لو سمحتم الاشتراك في القناة. موضوع النهاردة أمراض السلمونيلا، أمراض الحمام. يوجد العديد من الأمراض التي تصيب الحمام، أهمها وأخطرها مرض السلمونيلا. نتعرف الآن على أعراض مرض السلمونيلا وطرق العلاج والوقاية منه. هذا المرض من أخطر الأمراض التي تصيب الحمام وخاصة الزغاليل، لأنها بكتيريا تصيب القولون وتؤثر على الكبد، وأنها تؤدي إلى تسمم الدم وهو مؤثر جدا في صغار الحمام، يؤثر ويؤدي إلى وفاة الحمام والطيور عموما. أسباب المرض اللي هو السلمونيلا، من أهم المسببات عدم النظافة الجيدة والتلوث وارتفاع درجة الحرارة، عدم غسيل الأواني والمياه غسيلا جيدا للوقاية من الأمراض مثل السلمونيلا وأمراض الجهاز التنفسي أيضا. زي ما حضراتكم شايفين أهو، دي مسقة الحمام أهو، لازم بنغسلها جيدا لو بسلك ألمونيا لغاية ما تبقى خشنة كده، زي ما حضراتكم شايفين أهو، بالسلكة زي كده تدعك، بسلكة زي كده أو بحتة قش تدعك كويس لغاية ما تكون خشنة زي ما حضراتكم شايفين. بعد عدم النظافة، السبب الثاني اللي هو عدم غسل الأواني زي ما قلنا لحضراتكم. تلاتة اللي هي كلفة الحمام الغير نظيفة، برضو من الأسباب اللي هي بتؤدي لتسبب مرض السلمونيلا، أن تكون كلفة الحمام غير متوازنة غذائيا، يجب أن تكون مكتملة العناصر ويكون بها تنوع جيد من الحبوب المختلفة. نتكلم بقى في لو ظهر عندكم في الحمام بتاعك اي حمامة مصابة، يجب عزل الحمام المصاب او التخلص منه نهائيا، يكون افضل، الا لو كان حمام غالي يعني قوي فيتعزل بعيد عن الحمام. يجب عليك ملاحظة الحمام جيدا، الملاحظة اللي هو كشاشان الحمام او يعني نفش الريش، الاهتمام بتنظيف العيون، مراعاة عدم ادخال حمام جديد على حمامك الا بعد التأكد من سلامته. من ضمن اعراض السلمونيلا تورم المفاصل او الاجنحة. قبل ما ننسى حضراتكم، انا هقول لكم الدواء اللي بندي للحمام ايه، هنحط الدواء وهنقول على الدواء ايه، يعني عشان ما تقلقوش مننا في نهاية الفيديو. من ضمن اعراض السلمونيلا تورم المفاصل، تاخد بالك منها كويس قوي، يعني امسك زغلول كده هنشوف المفاصل بيبقى كده، في المفاصل من هنا تورم، من هنا اهو بيكون في تورم زي حضراتكم شايفين، قرب كمان بيبقى هنا في تورم في الحتت دي، لو ظهر تورم هنا حس ان تورم، وفي تورم في الاجنحة من هنا، من هنا في العظمة بتاعت الجناح دي كده شوية، خلينا بعيد عشان يبان اهو، في العظمة دي يبقى مصاب بالسلمونيلا. وطبعا بيبقى فيه، بيبقى الحمامة هزيلة، الزغلولة هزيلة، بيبان على الزغير اكتر لان بيبقى فيه نقص في الوزن ملحوظ يعني. ده حاجة. بعد تورم المفاصل فيه كمان فقدان الشهية وحدوث إسهال، بيكون الإسهال مخاطي لزج وله رائحة كريهة، يكون له ريحته كريهة، بيكون الطائر في حالة خمول واضح يعني مش قادر يتحرك، وأحيانا يتكفى على وشه وهو ماشي يقع مش قادر يمشي. الإسهال أحيانا بيبقى لونه أخضر،
سال اخضر اللي بيبقى حواليه ميه للسالمونيلا، ومش لازم تكون الاعراض كلها موجوده زي ما قلنا لحضراتكم، في يعني ممكن عرض واحد يكفي. ممكن نشوف ان هو في عرض واحد فعلا، ما مش كونش كل الاعراض موجوده. وما تنساش دايما تحط للحمام التحديق يكون متوفر للحمام، هنبقى هنقول له حضراتكم عليه في فيديو مخصص ان شاء الله ايه اللي بنحطه للحمام التحديق. طريقة العلاج الخاصة لي انا اللي هقولها لكم لحضراتكم دلوقتي، كل واحد وله طريقة في موضوع في ناس بتنتش الريش في الرقبة، وفي ناس بتعمل حاجات اللي هو بيسبب في النهاية لو ما تعالجش كويس التواء الرقبة اللي بيقولوا عليه الهزة، تكون نتيجة السالمونيلا اللي ما تعالجتش كويس. في الحالة دي يعني يفضل التخلص منه. العلاج الخاص بي انا اللي هو فلوريكول، اهو باين كويس تمام، فلوريكول لو نجيبنا من الناحية التانية اهو بالاسم اللي بالانجليزي اهو، بس تمام كان واضح، كان واضح اهو فلوريكول. انا بجيب العبوة الكبيرة دي، في منها عبوة صغيرة، العبوة الصغيرة ب10 جنيه دي بحوالي 50 جنيه، ده مع ده فلوري كول، ده فلوري كول اهو، لا ده كولي فيت، انا اسف، اللي قبله هو فلوري كول مع كولي فيت. فلوري كول ده اهو نجيبهم جنب بعض كده اهو، وكولي فيت ده تمام اهو، كولي فيت ده منه برضو كيس صغير ب10 جنيه، الكيس الكبير ب20 جنيه، دايما العبوة الكبيرة اوفر، ده فيه كمية كبيرة جدا غير التاني، يعني دي مثلا اللي ب50 جنيه دي فيها 100 سنتي، ب50 جنيه اللي فيها 10 سنتي ب10 جنيه، يعني لو حسبناها تقف ب100 جنيه ال100 سنتي بتاعتها دي ودي. هنجيب الطريقة اوليفيت من دواء بودر زي ما حضرتك شايفين، هو بودرة كيس فيه يعني بودرة اسمه كوليفيت، بيتداب في المية مع 2 سنتي من الدواء ده، ونعطي لمدة اسبوع، وبعدين لو الحالة حسينا ان فيه لسه هنستمر، بس هنعطي راحة 5 ايام، اثناء الراحة هنعطي رفع مناعة يعني فيتامينات، ويفضل صنف جيد في الفيتامينات اللي هنعطيها. واذا لاحظت ان الحمام مازال به بعض المرض بعد الاسبوع اللي اعطيناه، بعد الراحة كمان ندي 5 ايام اللي هم فيهم رفع مناعة، وهنعطي اسبوع تاني اسبوع اخر، لان المرض خطير ده وما يتسكتش عليه. نعطي الاول الدواء، نشوف نجيب الطريقة ازاي اهو، ما حضرتكوا شايفين هذا نجيب من كيس الدواء ده معلقة، نفتح الكيس كويس اهو، نص معلقة هنجيب اهو، نص معلقة زي كده ما حضراتكم شايفين اهو كده، خلاص حطيناها، ونجيب عليها نحط تاني 2 سنتي من الدواء ده فوق، فوق كله على بعضه، ده فوق ده على لتر ميه، المسقه دي هي إيه، ده اللتر الميه، المسقه دي لتر ميه، ده اللتر، نص معلقه من الدواء ده واتنين سنتي السرنج اهو، نسحب 2 سنتي، شوف 2 سنتي اهو تمام، هما طلعوا 2 سنتي تمام اهو. في ناس بتدي سنتي، في ناس يقول سنتي، انا بدي 2 سنتي اهو، 2 سنتي اهو حطيناهم المسقة فوق الدواء، بعد كده هنحط عليهم المية وندوبهم جيدا اهو تمام، نحط مية عليهم المية Thank you.
المية ملينا المسقة ده كده اللتر المية عليها النص معلقة بودرة مليا كوليفيت واتنين سنتي الدواء اللي هو كل اللي هو فلوريكول. تمام نحطها للحمام كده اهو ده للحمام اهو حطيناها. تمام يبقى باقي ان احنا نقول لحضراتكم ان شاء الله على اللي هنعمله بعد كده ان شاء الله ايه. احيانا المربي بنقول ان هو بيتخلص من القطيع بالكامل بسبب المرض ده، لان المرض ده خطير وبيبدأ من جديد بقطيع جديد، لان المرض ده يعني علاجه صعب جدا. تخلوا بالكم من حضراتكم، ممكن تقعد تدي علاج شهر فيه، يعني احيانا بعض الحالات بيقعدوا يعطوا شهر. وفي الحمام الغالي ممكن يديك حقن تعطي في الصدر، صدر الحمام اللي حمام غالي يعني يستحق اللي هو بألفات وكده، ممكن يعطي علاج في الصدر، لكن احنا مش بنربي الحمام الغالي ده. وربنا ما يخسر حد في حاجة يعني. ان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد عن فوائد السلمونيلا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.